السلام الله عليكم ورحمة وبركاته إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة، وفيها نتابع. بلومبرغ تؤكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة مسؤولين للاشتباه في تورطهم بجرائم فساد. في التفاصيل، قالت وكالة بلومبرغ الإخبارية إن رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو وإصلاح المالية العامة. وبدأت القاهرة عام 2016 جهداً حثيثاً لمعالجة أزمة نقص الدولار، حيث تبنت برنامجاً لتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى جهد أوسع في تقليص عجز الموازنة وإنعاش النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، قال المركزي إن إجمالية تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 21.1% لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق بنحو 26 مليارا ونصف المليار دولار خلال العام المالي الماضي. إلى ذلك، حققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس الحالي مكاسب بلغت نحو 8 مليارات و200 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 881 مليارا و700 مليون جنيه، مقارنة ب 873 مليارا ونصف المليار جنيه خلال الشهر السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 9%. وجاءت الزيادة بدعم من استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية. وللتعليق على هذين الموضوعين ينضم إلينا في الاستوديو المحلل الاقتصادي وائل عنبة. سيد وائل، بالنظر إلى الإشادات الدولية بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو متوقع بطبيعة الحال لأنها مطالب صندوق النقد الدولي، لكن ماذا عن الآثار السلبية لهذا البرنامج الاقتصادي، وإلى أي مدى استوعبتها وعالجتها الحكومة خلال هذه الفترة التي قاربت على العامين؟ الأثار السلبية هي التضخم، ده أكبر أثر سلبي نتج عن الإصلاح الاقتصادي وأضر المواطنين ضرر شديد، ولكنه أفاد الحكومة. هنقول إزاي؟ أي إصلاح اقتصادي عنيف المستفيد الأول منه بيبقى الحكومة والوطن، وينضر المواطن، ده في الأجل القصير، ثم في الأجل المتوسط والطويل الاثنين بيستفادوا. طب الحكومة بدأت تعالج التضخم إزاي؟ بدأت تحاول عن طريق سياسات البنك المركزي تخفيض سعر رفع سعر الفايدة العام الماضي إلى أن بدأ التضخم ينحسر، من نزل من مستوى 34% إلى مستوى 14%. بدأ البنك المركزي يعكس من سياسته ويتجه إلى سياسة توسعية، قام بتخفيض سعر الفايدة مرتين وثبت ثلاث مرات، وأنا بتوقع يخفض مرتين أخريتين في نهاية العام. الحاجة اللي لازم الحكومة تعملها عشان تقضي على التضخم نهائي هو تخفيض سعر الدولار الجمركي. الدولار الجمركي لما هينخفض هتنخفض تكلفة البضائع، وبالتالي تقدر تنخفض الأسعار في السوق. الدولار الجمركي لما ينخفض الدولار الحقيقي هينخفض. احنا عندنا وزارة المالية بتقول انا بحسب الدولار الجمركي 90% من سعر الدولار في البنوك. طب لماذا لا تبادر وزارة المالية بالتخفيض الأول؟ هتلاقي الدولار في البنوك بدأ ينخفض. هل بإمكانها فعل ذلك؟ بإمكانها، لأنه قرار، ما هواش قاعدة، ده قرار وزير المالية بيصدره. قال 90%، ممكن تبقى 85% من سعر الدولار، ممكن تبقى 80%. احنا العام الماضي كانت 100%، كان سعر الدولار الجمركي بيحسب يوميا على سعر الصرف الموجود في البنوك. فلما بدأ يحصل لخبطة في بوالص الشحن ثبته كل شهر، يثبته متوسط، التثبيت جه على 90% من السعر، ممكن يبقى 85% من السعر. يعني العلاج إذن في خفض قيمة الدولار الجمركي فقط، وتخفيض بقى سعر الفايدة عشان ننشط الحالة الاقتصادية. إلى أي مدى استفادت القطاعات المختلفة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وبالتحديد الاستثمارات الأجنبية؟ الاستثمار الأجنبي المباشر لغاية دلوقتي لسه ما ظهرش. يمكن أول استجابة كانت للإصلاح الاقتصادي هي الأموال الساخنة، اللي هي الاستثمار الأجنبي الغير مباشر في سندات، في سندات وأذون خزانة، لقينا استحواذات أجانب تخطت ال 20 مليار دولار في البورصة المصرية، لقينا دخول مشتريات الأجانب أكتر من 30 مليار منذ التعويم حتى الآن.
فاذا هي دي اول استجابه دائما لاي اصلاح اقتصادي، لانها اسرع استجابه هي الاموال الساخنه. عشان كده بنسميها ساخنه، لانها ممكن تروح وتخرج في شهر. الاستثمار المباشر بدا بقطاع الغاز والبترول، لما بدات الحكومه تسدد المستحقات اللي عليها للشركات، فبدا يظهر الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول. نتمنى بقى ان الفتره الجايه تبدا تظهر الاستثمارات المباشره في القطاع بقى الصناعي والقطاعات المختلفه في الاقتصاد المصري. ما الذي يمنعها من وجهه نظرك حتى الان الى التدفق؟ كان ترقب كبير للتبعيات اجراءات الاصلاح الاقتصادي، هل هيحصل من وراها انخفاض كبير في سعر العمله وبالتالي هتقوم الحكومه برفع كبير في سعر الفايده زي ما حصل في الارجنتين، هوصل سعر الفايده ل 60% امس. فاذا كان ترقب، وانا بقول هي كانت فتره ترقب، ولكنها انتهت بتاكيد المؤسسات العالميه على جوده الاصلاح الاقتصادي المصري وعلى التصنيف الائتماني اللي بيتحسن بشكل كبير. إحدى نتائج هذا الإصلاح الاقتصادي هو مسألة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قال البنك المركزي إنها ارتفعت في العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي الماضي. ما مدى يعني انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري وما دلالته؟ أنا عايز أقول إن دي هتبقى أعلى رقم ولن يتكرر. يعني 26.5 مليار دولار هي أعلى رقم في تحويلات العاملين بالخارج ولن تتكرر، لسبب ان بدا في الدول العربيه السعوده والكوتنه وان تعيين ابناء التوطين. فلذلك اللي بيحول دلوقتي هو مش بيحول فائض سنوي، ده بيحول تحويشه العمر اللي كان عاملها كلها وكان حاططها هناك بدا يحولها. لذلك انا بقول ان 26.5 مليار دي هتكون اعلى رقم مش هتكرر، ولكن مدلوله ان في تحويلات جايه دي بتغذي الاحتياطي النقدي، بتغذيك، بتقفل عندك فجوه كانت كبيره جدا اللي كان بيستغلها المضاربين زمان. فدي انا بعتبرها ان بدات تخش التحويلات من الشريان الطبيعي من السوق البيضاء وليس من السوق السوداء زي ما كان بتخش قبل كده. قبل كده كان في تحويلات ولكنها مش مثبته، فما تقدرش تقول بيان احصائي لانها كانت بتيجي في السوق السوداء. النهارده بقت مثبته لانها بتيجي في البنوك والمصارف، تقدر تقول احصائيات. نختتم بالسؤال عن البورصه وتقييم حضرتك لادائها خلال شهر اغسطس. شهر اغسطس انا ممكن اقول زي ما رحنا زي ما جينا ما عدا اخر يومين، يعني احنا بدانا الشهر عند منطقه 15800 نقطه للمؤشر، انخفض خلال الشهر بشكل كبير، واخر 3 ايام في الشهر عاود تاني تخطى بقى ال 15800 وصلنا ل 16.50 وده تقريبا صعود 2%، ال 2% دول تحققوا في اخر جلستين تقريبا. قيم التعامل كانت ضعيفة جدا في بدايات الشهر، على مستوى الشهر ككل قيم التعامل ضعيفة عشان كان عندنا أجازة عيد حوالي 10 أيام. ولكن نهايات الشهر كانت نهايات جيدة، قفلنا بشمعة إيجابية جدا على مستوى الشهري، ده ممكن تخلينا نتوقع أن موجة الانخفاض انتهت، جني الأرباح خلص، وممكن نبدأ في موجة صعودية هتحملنا ان شاء الله لارقام جيده على مستوى اي جي اكس 70 واي جي اكس 30. اشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي وائل علبه، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزير الطاقه واربعه مسؤولين كبار في الوزاره لشبهه فساد، وامر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وبالحاق مصالح وزاره الطاقه بوزاره الصناعه بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. وفي العام الماضي بدأ الشاهد حملة ضد الفساد، حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس العاصمة عبر الأقمار الصناعية المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدوي. سيد عبد الجليل، ما التداعيات المتوقعة لهذه الإقالة للمسؤولين التونسيين؟ والله في حقيقة الأمر الإقالة تستجيب إلى عديد المطالب، لأنه في الفترة الأخيرة شاهدنا عديد التحركات الاجتماعية والحملات من طرف الحركات هذه، خاصة الحملة تنادي من أين البترول، أين البترول التونسي، وكذلك التحركات الاحتجاجية في الجهات الداخلية التي تطالب بتوظيف نسبة من مرابيح الشركات البترولية والشركات التي تستغل الثروات الطبيعية بصفة عامة، توظيفها إلى النهوض بالتنمية الجهوية. وبالتالي هناك رأي شعبي حساس
مثل هذه الإجراءات لأنها تتجاوب مع مطالبه المعبر عنها من طرف الحركات الاجتماعية. كما أن القطاع قطاع حساس، لأنه هناك نسبة لا بأس بها من الثروة تتمركز في هذا القطاع وتستغل بصفة غير شفافة وغير واضحة، حتى أن هناك جدل بين السياسيين أمام البرلمان، لأنه محافظ البنك المركزي قبل الأخير عبر حتى عن استيائهم من غياب الوضوح في المعطيات التي تخص هذا القطاع. نعم. وبالتالي التصرف فيه تصرف غير شفاف، وقد يكون هذا يفتح المجال إلى اعتماد حوكمة جديدة من شأن أن تحسن استغلال هذه الثروات. في ظل القوانين الحالية والظروف أيضا السياسية المحيطة بالبلاد حاليا، ما مدى قدرة أجهزة الدولة على مكافحة الفساد؟ وهذا هو الخلل الكبير، لأنه الوقت الحاضر الوظيفة العمومية والإدارة بصفة عامة العمومية تتميز بشلل واضح، رغم كثرة عدد هذه الإدارة ورغم كثرة المسؤولين من مديرين عامين ومديرين، إلا أن أداء هذه الإدارة في تراجع ملحوظ حسب كل الاستطلاعات الرأي وحسب زاد المعاش ورأي المواطنين الذين يتعاملون مع عديد المصالح الإدارية. وبالتالي من المفروض أن هذه الأداة اللي هي وحيدة لمقاومة الفساد ستخلق عرقلة وستحد من جدوى هذه الإجراءات التي تهدف إلى مقاومة الرشوة والفساد. أين موقع تونس حاليا بالنسبة لمؤشرات مكافحة الفساد العالمية، وكيف يمكن النهوض بهذه الآلية؟ الموقع في تراجع احنا مقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا يطرح تساؤل كبير حول قدرة تونس على استقطاب الاستثمار الخارجي، خاصة وعلى خلق مناخ أعمال من شأنه أن يزيد من الاستثمارات، خاصة أن نسبة الاستثمارات في تراجع منذ 2010 ووصلت هذه النسبة في سنة 2017 إلى حدود 18.7% مقابل ما كانت عليه قرابة 24% سنة 2010، وهذا من شأنه أدى إلى تراجع نسبة نمو الإنتاج وإلى كذلك استقرار نسبة البطالة في مستويات مرتفعة. ومثل تفاقم ظاهرة الرشوة لا يساعد على تحسين هذا الوضع واستقطاب أكثر استثمارات سواء كان محلية أو خارجية. نعم. قانون الاستثمارات الخارجية أكثرها نعم الاستثمارات الخارجية أكثرها تذهب إلى قطاع المناجم والغاز واستغلال الموارد الباطنية. نعم. أتحدث عن قانون الكسب غير المشروع الذي أصدره البرلمان مؤخرا، وماذا إمكانية أن يسهم هذا القانون في مكافحة الفساد في المرحلة المقبلة؟ من المفروض أنه يعطي رسالة واضحة من شأنها أن تحد من ظاهرة الفساد، إلا أن الإجراءات القانونية إذا كان لم يواكبها إجراءات تطبيقية ومتابعة وملاحقة للفاسدين بصفة جدية سيبقى حبر على ورق، لأن هذا المصيبة في أكثر بلدان العالم العربي هو وجود قوانين لكن انعدام وجود إجراءات تطبيقية وانعدام الإرادة لمراقبة ومتابعة هذه الإجراءات والحرص على تطبيقها وعلى أدائها. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدوي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة. وهذه عودة للقاهرة وإلى جولتنا في السوق والتي ما زالت معكم متواصلة، وفيها نتابع بعد الفاصل. ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، وأوروبا تحذر واشنطن من رسوم السيارات.
أهلا بكم من جديد في السوق. يلتقي اليوم كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه مع الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من التكتل دومينيك راب في بروكسل، ويبحث المسؤولان إمكانية التوصل إلى الاتفاق بشأن خروج بريطانيا وملامح العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد المرتقبة في 17 من أكتوبر المقبل. وكان كبير مفوضي الاتحاد ألمح إلى إمكانية خروج بريطانيا دون اتفاق. قالت وكالة بلومبرج إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أدائها، ويشكو ترامب من أن بلاده تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية، وحذر أيضا من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء. من جهة أخرى قال ترامب إنه يريد المضي قدما في خطة لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع القادم. قال رئيس مفوضي الأوروبية جان كلود يونكر إنه يأمل في أن يسود اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو للعدول عن فكرة فرض رسوم جمركية على السيارات، لكنه حذر من أن الاتحاد سيفرض رسوما من جانبه إذا غيرت الولايات المتحدة هذا المسار. وذكرت وكالة بلومبرج أن ترامب رفض عرضا من الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السيارات، وقال إن سياسات الاتحاد التجارية سيئة مثل الصين تقريبا. وللتعليق على هذه الموضوعات ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحلل الاقتصادي أنور القاسم. سيد أنور، ما الذي يمكن أن يتمخض عنه اللقاء بين الجانبين البريطاني والأوروبي اليوم؟ يعني حقيقة لا يتوقع الكثير، خاصة أن النقاط التي يعني ستبحث في هذا الموضوع هي نقاط خلافية شديدة، وهناك الكثير من النقاط حقيقة العالقة والتي لا يريد الجانبان أن يصرحا بها، لكن تتعلق بمستقبل العلاقات، أولا التجارية، ثانيا السوق المشتركة، ثالثا عملية المراقبة، أيضا مستوى الضرائب على الدخل، أيضا حرية التنقل بالنسبة للأفراد، هذه نقطة أساسية وخلافية بشكل كبير، مستوى العلاقات في المستقبل، أيضا العلاقات السياسية الأمنية بالتحديد. نعم. كل ذلك حقيقة يعني يضغط الآن، خاصة أن الفترة الباقية ليست كبيرة. نعم. يعني الفترة المتبقية هي فترة قصيرة، لذلك أعلن الجانبان بدون مواربة أنهما قد يخرجان من هذه المباحثات دون اتفاق، وبالتالي نعم تماما. نعم. يعني إذا انتقلنا للموضوع الآخر الخاص بترامب وصراعه مع منظمة التجارة العالمية، ما مدى جدية ترامب في الانسحاب من المنظمة؟ يعني يبدو أن هذه رصاصة الرحمة على منظمة التجارة العالمية. أولا لنعود لبداياتها، هذه المنظمة أسست في الأساس لدعم مصالح الشركات الكبرى والشركات الأمريكية بالتحديد 1994 حينما أطلقت لحل الخلافات التجارية، وأيضا قوننت وضع قوانين للشركات وللدول والتعاملات التجارية وغير ذلك. الآن الرئيس الأمريكي يبدو أنه غير راض عن كل شيء، هو غير راض عن الصين، عن التجارة مع الصين، غير راض عن اتفاق نافتا مع أمريكا الشمالية، غير راض عن الاتحاد الأوروبي والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، غير راض على تركيا، غير راض على روسيا. يعني هو حقيقة يريد أن يغير كل مجرى الاقتصاد الدولي، وهو يعني ذلك حقيقة. لهذا نرى أن الحقيقة الآن الوضع خطير جدا، ليس فقط على هذه الدول التي يعنيها ترامب، هي خطيرة أيضا على نمو الاقتصاد الدولي. نعم. هي خطيرة أيضا على 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 مستقبل الاقتصاد، على 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 أسواق المال. وربما هذا سيد أنور يعني ما يدفعنا إلى التساؤل أخيرا عن يعني من أين أتى بهذه القوة ليحارب كل هذه الأطراف، ولما لم تفلح الضغوط الداخلية والخارجية حتى الآن عن إثناء الرجل عن المضي قدما في هذه الحرب التي يحارب فيها الجميع ربما بلا استثناء؟
يعني القوة أولا أتت، هو رجل كما هو معروف هو رجل تاجر كبير وهو رجل أعمال كبير، وبالتالي يتعامل بعقلية رجل الأعمال وليس بعقلية الدولة، وبالتالي التهديدات التي تخرج منه أحيانا هي لا يعني غير ملتزمة، وأحيانا تخرج عن التهذيب وأحيانا تكون هجومية بشكل كبير. هذا أولا. ثانيا، الرجل الآن متورط ومهدد بتنحيته أمريكيا باعتبار أن هناك الكثير من الشوائب التي يعني تطال اقتصاديا وسياسيا أثناء حملته الانتخابية، وأيضا المقربين منه، وبالتالي هو بحاجة لخلق مشكلة خارجية كي ينقل الاهتمام الرأي العام الأمريكي والقيادة الأمريكية من الاهتمام حول إقالته إلى الاهتمام بأزمة خارجية. لهذا هو يطلق هذه الأزمات بكثرة ويحاول أن يوضح للأمريكيين بأنه هو من ينقذ أمريكا وليست الحكومة. شكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي أنور القاسم، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن. إذا لندن كانت المحطة الأخيرة في جولتنا اليوم في السوق، والتي نذكركم في ختامها بأهم ما جاء فيها من عناوين. بلومبرج تؤكد أن رفع موديز تصنيف مصر الائتماني شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة مسؤولين للاشتباه في تورطهم بجرائم فساد. ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم، إلى اللقاء.